في كل مكان مستمعينا، نزف لكم أجمل وأطيب التحايا من على أمواج الإذاعة الجزائرية من سكيكدا، وندعوكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج دنياك سيدتي ضمن فقراتنا المختلفة. نرجو دوما أن نكون عند حسن ظنكم. وفي فقرتنا اليوم أو موضوع حلقة اليوم سنخصصه للعنف في المدرسة، نتناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل برفقة الدكتور كمال جامع، طبيب مختص في الطب الشرعي. مرحبا بك دكتور، صباح الخير. صباح الخير مستمعينا الكرام. إذا كذلك ستحضر معنا بين الحين والآخر الأستاذة سيهم بوغندوزة، مختصة في علم النفس، حتى نتوسع بالحوار والنقاش في هذا الموضوع، وكذلك نفتح خطوطنا الهاتفية للمستمعين بالنظر إلى رغبتهم الملحة في المشاركة في هذا الموضوع. نتمنى أنه خاصة تكون فيها حالات واقعية، لما لا وكيف عولج الأمر. نتمنى يكلمونا أولياء أو مربين أو معلمين أو مدراء مدارس كيفاش يتعاملوا مع هذه الظاهرة التي أصبحت للأسف الشديد صورة من صور مجتمعنا على العموم. العنف هو أصبح صورة العالم الآن بما فيها الجزائر. نتمنى أن نكثف كلنا الجهود من أجل أن نقضي على هذه الظاهرة. مرحبا كذلك بسهام بوغندوسة، مختصة في علم النفس، اللي متعودين عليها في الركن النفسي، التحقت بنا هذه اللحظة. نقول لك صباح الخير سهام، ونشكركم دوما ونشكر دائما ضيوفنا على تربية الدعوة، ويخصونا جزء من وقتهم باش يفيدوا مستمعينا. إذا دكتور، كنا في الحصة الماضية تكلمنا على كثير من الأسباب برفقة مستمعينا، حتى مستمعينا أدلوا بدلوهم فيما يتعلق بأسباب تفشي ظاهرة العنف في المدارس وفي المجتمع ككل. لكن احنا كي نتكلموا عن المدرسه، احنا ماذا بينا نشوفوا ذلك الوسط المثالي اللي يروحوا فيه ابنائنا يتعلموا بسلام، لما لا حتى يرفعوا انفسهم في جزء كجزء من العمليه التربويه. ووصلنا الى محور الوقايه والحلول، لكن بودنا بما انه اليوم حاضره معنا الاخصائيه النفسانيه، نذكروا بعجاله اهم الاسباب اللي تطرقت لها دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كما قلت أختي رشيدة، موضوع العنف في المدارس يعني أصبح موضوع الساعة، يعني يوميا ما كاينش واحد منا ما يسمعش بحادثة حصلت له ليه، ولا واحد من أقاربه، ولا واحد من زملائه يشكي له يعني عنف، سواء عنف تجاه طفل ولا العكس، ولا حتى الاساتذه يعني عادوا يشكيوا من بزاف من العنف الممارس من تلاميذ تجاههم، سواء العنف اللفظي ولا العنف حتى جسدي. وهذا ما خلانا يعني نطرقوا لهذا الموضوع. وطبعا حنايا ماذا بينا باش ندقوا ناقوس الخطر، لانه التلاميذ هذو رجال المستقبل، يعني هما اللي راح يكونوا في المستقبل كما نقولوا، هما بالضبط راح يوليوا اساتذه، راح يوليوا اطباء، راح يوليوا مهندسين. لازم يعني يكون الكليما، المناخ اللي يقراوا فيه يعني مناخ جيد، يعني يساعد على الدراسه. احنا تكلمنا على كثير من اشكال العنف، لكن اكبر يعني شكل واضح هو يعني شكل ممكن اللي يعانيوا منه الاولياء والتلاميذ، هو يعني العنف من طرف المعلم تجاه التلميذ، سواء كان العنف هذا معنوي او يعني جسدي. اكيد هذا هو الشكل، وحتى يعني ابسط ممكن موظف في مثلا في مؤسسه التعليم الثانوي او المتوسط، رجل امن الى المدير الى المعلمين، يعرفوا انه هذا الطفل اللي ممكن يشاغب ويحدث نوع من المشاكل في المدرسه هو طفل معنف في الطفوله، سواء من طرف يعني الوسط المدرسي خاصه او من طرف الاسره. هي اكثر شيء لازم المحيط المدرسي، يعني لازم المشتغلين في السلك التعليمي
لازم يترفعوا على بعض يعني الامور، ما لازمش كما نقولوا حنايا لازم يحملوا شويه التلميذ، وبالاخص بالاخص ناكد على المراحل الاولى، يعني المراحل التعليميه الاولى الابتدائيه، لانه الطفل يكتشف عنده يكتشف في المحيط هذاك، تسمى كان في جو اسري وانتقل الى يعني انتقل الى جو خلاف، يعني هو او يتعرف عليه. وكاين حتى اللي يلقاو اون ديفيكولتي دادابتاسيون، يعني صعوبة في التأقلم مع السنوات الأولى. ممكن هو هو حمل حقيقة جد ثقيل على معلمين الابتدائي. حنا نحييو كل من هم يعني يعملوا بإخلاص وبجهد. كي نتكلموا على ظاهرة عنف نتكلموا عليها كظاهرة شادة المفروض ما تكونش، لأنه أغلب المعلمين اللي نعرفوهم نحييوهم ونكنوا لهم الاحترام اللي قراونا اللي قراو يعني الأجيال بعد الأجيال اللي راهم الآن هم يعني في مناصب ممكن حتى مناصب قرارات، لكن يبقى بعض يعني النماذج اللي هي نماذج حقيقة سيئة، وكي تكون ظاهرة يعني شادة هي تطفو على السطح. هي أخت رشيدة يعني على حسب لي كونستاتاسيون ولا مش عندنا لم تصبح ظاهرة شادة. يعني نقول لك يعني انا شخصيا في العياده نتلقى 3-4 إلى 5 حالات في السمانه، يعني اسبوعيا، يعني هذا يحب يقول ملي ما هي شاده. يعني هما وصلوا للعياده يعني اكيد بعد معاناه. اصلا كي نتكلم مصطلح شاده بالنسبه لي انا شخصيا مش احصائيا، يعني نقصد انها المفروض ما تكونش يعني. اكيد اكيد هي كما قلنا احنا العنف في المدارس كما في المقدمه تاع الموضوع قلنا بلي ظاهره عالميه، يعني ماهيش تخص ربما كي نكون نشوفوا واش العنف في المدارس، يعني في المدارس الاوروبيه والامريكيه خصوصا الامريكيه، يعني نقول احنا بلي مع تقريبا ما عندناش عنف. العنف في الولايات المتحده الامريكيه كما يعني احنا كامل نشوفوا في الـ في الـ في شاشه التلفزيون، وصراحه العنف باستعمال السلاح الناري، احنا شفنا قدام حاله صارت في الولايات المتحده الامريكيه للتلاميذ سرقوا الاسلحه تاع الاولياء تاعهم وقاموا قتل كارثه معروفه قتل يعني اللي عمل يعني مجزره في المؤسسه وتكررت يعني قدام المره. لكن حنايا ماذا بينا ما نتقبل المواضيع كيما هذه باش بخيفيان يعني نحضروا من باش ما نوصلوش للامور هذه، لان الحاجه الكبيره تبدا بحاجه صغيره. ربما قلنا في الاسباب تاع الظاهره هذه قلنا اسباب هي ظاهره مركبه يعني معقده جدا وعندها اسباب كثيره، كاين اسباب تتعلق بالتلميذ في حد هو بالذات يعني تتعلق به هو. كما قلنا كاين تلاميذ ما عندهمش رغبه باش يقراو، ما عندهمش رغبه باش يقراو، والاولياء تاعهم يحتموا لهم يعني يحتموا لهم هذاك لازم تقراو بسيم، ولو انه على بالو باللي يعني ابنه ما حبش يقرا، يعني هذاك التلميذ يولي عنصر شاغب في المدرسه، ما يخليش التلاميذ تاعو التلاميذ اللي معاه يقراو نورمالمون باش يعقب الوقت باش المهم. قلنا هذه من بين الاسباب. كاين اسباب تخص المعلم، واكدنا على انه كاين معلمين يعني عندهم فعلا عندهم قصور يعني سواء في الثقافي السيكولوجي التكويني، اكيد لازم يعاودوا يقراوا يعني الاساليب الجديده للتعليم الجديد. حنا دوكا عندنا ساعات تقريبا كما قلنا بالانفورماتيك، يعني ما اصبحناش كما بكري نقراو بال الدراري الصغار في الدار يقراو بالطابلات وغيرها، في كي يروحوا للقسم يقراو اكيد لازم المعلم قلنا لازم يواكب العصر، لازم يواكب العصر ويتعلم طرق تعليم جديده، لازم ما يخليش التلاميذ يحسوا بالملل في خاصة الأدوار المتوسطة الثانوية تكون يعني دورة في التعليم، قد ما يكون الأسلوب تاع الأستاذ يكون مشوق وهكا يجلب التلميذ قد ما ينقص من يعني يمتص الانفعالات اللي عند التلاميذ. الانفعالات تساعدي يعني إذا كان واحد يقوم بالشغب راح يدير معاه زوج ثلاثة. بالإضافة إلى المناهج التربوية. حنا المناهج التربوية التلاميذ عاد يشكي بزاف المناهج التربوية عاد ثقيلة عاد طويلة أحيانا معقدة.
يعني احيانا الاولياء ما يفهموش الظروف تاع ابنائهم بالاضافه الى اسباب اخرى اللي هي كما قلنا وسائل الاعلام يعني وسائل الاعلام يعني نقطه مهمه جدا لانه الاولاد يعني عادوا التلاميذ عادوا يقضيوا فتره طويله من وقتهم في مشاهده بالاخص الافلام افلام العنف والالعاب الفيديو العنيفه يعني يخرجوا تماما على الواقع يروحوا الواقع افتراضي ويعيشوا في هذاك الواقع افتراضي ومن بعد يرجعوا للواقع تاعهم يلقاوها ممل واقع مختلف ممل هكذا هذا واش يعني يخليهم يبتعدوا عن الدراسه بالاضافه كما قلنا الى اسباب اقتصاديه ربما في السنوات الماضيه الان نقولوا ما لا باس السنوات الماضيه كان الاستاذ يعني من اجر ضئيل يعني كان مهمه كبيره مع اجر ضئيل درك ما نقول تحسنت شويه الاوضاع لكن من الناحيه الاقتصاديه الاستاذ مهمه جدا في الاداء وفي تخفيف التوتر لديهم اكيد نقدر نضيفوا ثاني الابتعاد الاسره الجزائريه عن تعاليم سواء على التربيه الحقيقيه هذيك اللي تعلمناها احنا كنا صغار يعني كما ربنا يودينا طاعه احترام الاستاذ احترام المدير احترام الطاقم المدرسي بلا ما نسوا بلي الدين الحنيف تاعنا يعني وصى على الامور هذه ديما الصغير يحترم الكبير ويحترم الاستاذ يحترم الكبير يعطف على الصغير من المفروض هذه هي القاعده هذه يعني باختصار من الاسباب اللي قلناها ربما الاخصائيه بعد تعطينا تحليل نفسي على الظاهره ممكن نوصلوا مباشره الى محور الحلول سهام بوغندوس اذا الظاهره موجوده الظاهره هنا تعدد الاسباب وظاهره موجوده وتبقى يعني المجهودات انه كل واحد من زاويته يبذل ولو قليل من الجهد بودنا ولو يعني تدلي بدلوك في خاصه مختصين في علم النفس وفي علم الاجتماع وكثير من الدراسات يعني اقيمت حول ظاهره انتشار العنف في المجتمعات وفي كثير من الاحيان العنف يبدا من المدرسه فعلا هو في الحقيقة أنه دائما نذكر أنه العنف المنتشر في مجتمعنا هو شامل لجميع المؤسسات وفي كل القطاعات ولكن بالأساس منشأ هذا العنف هو الأسرة والمدرسة كمل يجي من البداية العنف اللي نلقاوه كبير هو عنيف فراه يعني هذا الطفل يتربى ما جاش من العدم تماما يعني الطفل الآن اللي في المدرسة هو كان في الأسرة تشرب بقيم وبثقافة العنف لأنه الأم تعامله بعنف الأب يعامله بعنف لما نقولوا العنف ممكن يعتقدوا الأولياء والمدرسين أنه نحكيوا على الضرب العنف هو حتى في النظرات المحقرة للطفل يعني هو إنسان هو كيان لما تحترمه يحترم نفسه ويحترمك أيضا ويحترم ثقافته ومجتمعه لكن لما تشوف معاه بنظرات محقرة رايح يحتقر نفسه وراح يدير سلوكات تحتقرك ايضا يعني راح يعيش ازمه تاع ازمه هويه وتشويه لصوره الذات لما انا نشوف مع هذا الطفل اللي جاي كيان جديد ونعامله بسوء معامله ونعرفه على نفسه على اساس انك شخص لا تستحق الاحترام طفل في امس الحاجه الى احترام وتقبل وايضا الى حوار ولكن لما نعتقد انه الطفل لازم عنف حتى يتربى هذه الفكره ما زالت موجوده ومتوارثه للاسف عند الاولياء وعند المعلمين يعني احيانا لما نتناقش معهم انا كانه نتحدث في الخيال بالنسبه لهم ما عندهمش حتى على مستوى الخيال ما يقدروش يتوقعوا انه التربية تتم بدون عنف كيف هذه تصرى كيف أنا كيف نضربوش كيف كيف نمارسش عليها عنف لفظي كيف هي يتعلم نقول أنه الصعوبة هي عند الأولياء وعند المعلمين هذا خاصة يعني منلومش بزاف المعلمين بقدر ما نلوم الأولياء لأنه المعلم حتى ولو يكون منفتح ويعامل التلاميذ بأسلوب لين وما فيش العنف أحيانا هذوك الأطفال اللي جاوا من أوساط عنيفة يستغلوا هذه المرونة أحيانا ويعتقدوا أنهم تفوقوا على المعلم وأنهم قادرين على ممارسة العنف لأنهم ما زالوا صغار وما يفهموش أن المعلم هذا
يمارس في طريقة حضارية حتى يقدر يبني معهم علاقة فيها تقبل فيها احترام بدل العنف. هنا المسألة كذلك على شكل مهم جدا من العنف أنه العنف اللي يتعلق بإحباط المعنويات. أنت كنت قبل دخول الاستوديو تكلمت على بعض الحالات اللي تجي جراء الإحباط النفسي، يعني مثلا بعض التلاميذ يعني يوجدوا نفوسهم هما صغار وكأنه المعلم شارها له، ما ينوضوش ما يهدرش معها. في حالة جاتك العيادة يعني تقدم شكوى من هذا نفتح قوس هنا برك يعني فعلا جات حالة غريبة تأثيرا ممكن من الضرب. جاتني حالة غريبة تاع أم تشتكي من جبدي ولدها، يعني كما قلت لك الأخصائية يعني هي دات عدة محاولات قبل ما توصل عندي، يعني ابنها تعرض للضرب من طرف المعلمة تاعو وكي حاولت هذه الام هذه تستفسر على يعني العنف اللي خلى اطار، يعني مش عنف يعني باستعمال ذات يعني رده يعني باستعمال عصا على مستوى الوجه. نحن نبدو يعني نبدو هنا نفتحوا قوس باش نيفيتي ولا نستعمل العنف على الوجه، لان الوجه هذاك هو الصوره تاع التلميذ يعني يقدر يدير له احباط نفسي رهيب. وكي اشتكت هذيك المعلمه الولي الامر اشتكت للمدير، هذيك المعلمه تسمى شفتها باللي حاجه كبيره، يعني كيفاش تشتكي للمدير وهي ديجا قبل ذلك دارت خطوه معاها وحاولت تفهم عليها وما بصح ما عطات لها حتى تفسير. قالت لها انا ندير واش نحب وما قنعتهاش. وكي وصل المشكل للمدير هذيك المعلمه قالت ابسط حل هو انها تنتقم من هذا الطفل، اصبحت ما تخليش يشارك يعني حل تحريف يعني بأسوء الصفات، يعني صار إحباط نفسي كبير في هذا. يعني نتنبأ بالمستقبل هذا الحالة كيفاش راح يكون فيها توقف على الدراسة بسبب هذا بالفعل، يعني طلب قدام المرة باش قال لهم ما تبدلونيش القسم ولا المدرسة راح نتوقف على الدراسة. يعني مؤسف جدا أكيد، ورغم أنه نقولوا هذه الحالة كثير من الشكاوي سمعناها من كثير من الأمهات بهذا الشكل. أحيانا يعني معلمين يشريوها لطفل صغير ما فهمتش انا. اخت رشيده يعني هنايا نردد بالناس يعني اللي يجبروا التلاميذ باش يعمل دروس خصوصيه. يعني لاحظنا يعني ولا الامر يعني في تفاقم ولازم نوضعوا حد، يعني اللي ما يحبش ولده يدير دروس خصوصيه تحطوا على جنب. تحطوا عليك. هذا مش مام دينيا يعني ما مش يعني حاجه بها. يعني بعض المنتسبين الى قطاع التربيه يعني ما عندهمش ضمير مهني اخلاقي، ولكن في يعني حتى نكونوا منصفين فقط كاين نوع من العنف ايضا. بعض الاولياء يبالغوا في الحرص على ابنائهم ويدخلوا في عمل المعلم ويضغطوا على الاداره، وتلقاهم يعني يوميا في تواصل مع الاداره بشكل انه يخليهم يكونوا ناس مزعجين. وممكن لكن هذا لا يبرر عنف المعلم ضد التلميذ. ابدا لا يبرر، لان التلميذ يبقى ضحيه حتى ولو ما اتفقش مع الولي تاعو او صار خلاف بيني، حتى ويكون عندي حسابات قديمه معاه يفترض انه التلميذ بعيد عن كل هذه اخلاقيا. لكن بعض الاولياء ايضا نقول لهم حاولوا تكونوا منطقيين، يعني نسال على ابني بالشكل المعقول. يعني لو ابني جاب معدل معين، احيانا تشوفهم الابن وجايب 8 وهي تقول لك المعلمه لازم ويجيب لي نروح عند المعلمه تاعو فيها هي اللي فيها المشكل، لازم يجيب 9 انا قريته في الدار ويعرف كيف كي راح عندها ما يعرف. كاين بعض عدم المنطقيه عند الاولياء والمبالغه تزيد تدير الضغط على هذاك المعلم. ونعلم انه راه يعيش في ضغط اساسي لانه عدد التلاميذ في كل الاطوار راح كبير جدا وما عندوش المعلم مازال لحد اللحظه ما عندوش ناس يعني في الميدان اللي ينقصوا عليه الضغط. تلقاه يقوم دور الاخصائي المساعد يقوم دور المعلم، يعني تشتت الادوار هذا لانه احيانا المعلم حتى بدافع الشفقه ولا بدافع انساني يشوف تلميذ عنده ظروف خاصه يبدا يتعاطف معه يفكر في هذا يفكر في هذا. الامر متعب جدا
يفترض انه هاد المعلمين من بين الاشياء اللي نقدروا نساعدوها بهم انه نديروا ناس في الميدان معلم يوجه الملاحظات هذه للمختصين وهم يقوموا بهذا الامر يخافوا عليه لانه عدد المختصين خاصه في علم النفس وفي علم الاجتماع قليل جدا في المؤسسات التعليميه احيانا كاين يوظفوا البعض تاع يعني بعقود ما قبل التشغيل تابعين يعني الصحه المدرسيه او مستشاري التربيه والتوجيه اللي عنده مقاطعات فيها عده مدارس يعني مقاطعات كبيره يعني المدارس كبيره ما كانش بمجرد يقوموا بمجرد فحص دوري فقط يعني ما يقدروش يتابعوا تلاميذ على بالتالي المعلم ما يعرفش هذه الامور مثلا النفسيه ولا يفترض انه كيكون عنده مشكل تاع كاين بعض التلاميذ اللي عندهم حقيقه المشاكل هي الضغط عليه وتخليه يمارس العنف المعلم ماهوش مختص في هذا المجال ما يقدرش يفهم ممكن لما يستشير مختص اللي يكون موجود في الحال في المؤسسه راح يكون كوسيط يمتص الحاله الانفعاليه للتلميذ والحاله الانفعاليه للمعلم ويكون يعني يهيئ الجو الدراسي نحن في امس الحاجه الى هذه الامور خاصه انه العنف منتشر في المجتمع وبالتالي لو نتحايلوا وكل مجهوداتنا اللي نحاول نقدموها لمكافحه ظاهره العنف لو تروح المدرسه راح ننجحوا لانه كل المجرمين وكل الاطارات وكل الناس تعدي على المدرسه يعني لو نكتشفوا في مرحله الابتدائي في مرحله المتوسط في مرحله الثانوي في هذه المراحل تاع النمو تاعو نكتشف الاشخاص اللي عندهم اضطرابات او انه عندهم سلوك يعني غير سوي وندير لهم ملفات خاصه ونتابعهم حتى ولو ينقطع الدراسه يبقى كاين متابعه راح نديروا عملية وقاية كبيرة للمجتمع لأنهم هما اللي يخرجوا للملاعب ويديروا عنف في الملاعب هما اللي يديروا يتحولوا إلى أزواج ويمارسوا عنف ضد الزوجات أو الزوجة أيضا تمارس عنف ضد الزوج يعني في كل القطاعات المستقبل الحقيقي لمجتمع معين يبدأ في الأسرة تأهيل الآباء يعني والأمهات المقبلين على الزواج والمقبلين على تربية أبناء تأهيلهم كيفية التعامل مع الطفل مازالوا جاهلين بمراحل نمو الطفل مازالوا جاهلين باحتياجات الطفل هذه الأسرة اللي تجهل هوية هذا الطفل واحتياجاته من بعد تبعته المدرسة المدرسة أيضا تجهل احتياجاته راح تخلي الطفل يشعر بأنه غريب في أسرته وغريب في مدرسته وبواش يرد كيف لما نمنع عليه كل سبل النقاش والحوار راح يمارس العنف لأنه أصلا تربى عليه وتعلمه ومن الصعب أني نوقف هذا العنف في مرحلة من المراحل نشوفه يعني كما أشار الدكتور إلى المناهج التربوية وطولها وضغطها وحتى أحيانا تعقيدها نشوفه يعني أنه يعني ناس مسؤولين كامل في يعني في التربية ووضعوا هذا المناهج المفروض يكون عندهم دراية بمستوى العقلي والنفسي للتلاميذ نشوفوا يعني ضغط رهيب خاصة في الطور الابتدائي والمتوسط يعني ولا فكروا أنه هذا الطفل يعني يتمشوا مع المراحل النفسية والعقلية تاعه ولا نشوفوا ترفيه في هذا البرنامج حتى ولو فيه دروس ترفيهية المعلم لوحده ما يقدرش كي نقولوا دروس موجهة ممكن فيها يعني بعض من الترفيه أو حتى الرياضة الطاقم التربوي يبقى عاجز في ظل انه ما كاش يعني مؤهلات او وقت باش يقدروا هذا التلميذ يخصوا له وقت لانه كل الدراسه تثبت انه هذا الطفل اللي ما نعطيلوش وقت لتفريغ الطاقه راح ينفجر يعني من الضغط. كاين بعض المواد الدراسيه اللي اساسيه الرياضه الرسم والموسيقى. الرسم الاشغال اليدويه باتت منعدمه تماما في مدارسنا. طبعا حتى يعني الحصص اللي كانوا يكتشفوا بها المواهب تاع الاطفال ويعني راحت احنا دوك تلقى الطفل بالك عنده موهبه في الشعر تروح له موهبه في الرسم تروح له فهمت في كي يروح لا رياضه لا رسم لا البرامج هذو الحجم السعيد كبير حتى يعني اخت رشيده
الوقت اللي عاد الوقت الراحة اللي عادوا يديوها الأولاد عادوا ثاني يفرغوا في الدروس الخصوصية. يعني عاد حتى يعني شفت يعني شيء يعني كنا نشوفوا دروس خصوصية غير في الثانوي والأقسام حتى النهائية الآن نشوفوها من الأولى ابتدائي حتى يعني للأسف الشديد الأسرة تعبت الضغط الموجود في المدرسة أثر حتى على حياة الأزواج. يعني تشوف الأم تعمل الأب يعمل لما يجي وراح تبدأ رحلة عمل مع هذوك الأطفال ممكن يختلفوا شكون يقريهم شكون يبقى معاهم ضغط في المدرسة وضغط في الأسرة المجتمع ككل يعني متأثر تخفيف نتمنى أنه يعاد النظر يعني حقيقة سمعنا أنه فيه مجهودات لإعادة النظر في تخفيف هذا المنهاج الطويل والثقيل على المعلم على التلميذ على الأسرة لأنه فعلا يفترض أنه لو نكونوا أذكياء فقط نشوفوا تلاميذنا لما يغيب المعلم هذيك الفرحة العظيمة اللي يخرجوا بها شفت مشاهد يعني تدعو للتفكير أطفال في نهاية السنة يخرجوا تخيلوا هذيك الكراسات اللي عندها يمسكوها تلزيقا ويبعثروها في الهواء وفي حالة نشوة وفي حالة فرح شديد أطفال يعني بالمجموعات هذا دليل على أنه راهم متعبين راهم يستنجدوا راهم يطلبوا في كل المسؤولين وفي كل أطراف المجتمع من أولياء من يعني من أبسط شخص إلى يعني أهم شخص أنه نساعدوا هذه الأطفال طفولتهم أحيانا الحشو المعرفي هذاك يغتصب طفولتهم يعني ما يعيشوش طفولتهم باللعب بالمرح أقرأ في المدرسة يجي الأولياء أقرأ يعني 24 ساعة هو في ضغط هذا الطفل لما يعيش نفترضوا انه معرفيا نجح تماما وكون رصيد معرفي ما شاء الله اين هي الجوانب الاخرى اين هي ملامح شخصيته اين هو قدرته على يعني على اتخاذ القرار في امور حياته اين هي مواهبه اين هي راحته النفسيه بعد جينا انسان غير منسجم كفء في الجانب المعرفي ولكنه فاشل في حياته الشخصية لأنه ما ترباش حتى البرامج التربوية ما فيهاش أطفال للأسف الشديد يمرضوا هما صغار يعني نروح إلى فاصل قصير ونواصل الحوار ممكن نروح نتطرق مباشرة إلى محور الحلول اللي ممكن نقترحها يقترحها ضيوفنا ولما لا يقترحها مستمعينا وماذا بي أنا ألح أنه نستمع إلى أولياء أولادهم تعرضوا إلى عنف أو أساتذة يكلمون على أسباب انتشار ظاهرة العنف في الوسط المدرسي. أهلا معكم أحبائي المستمعين عبر أمواج الإذاعية الجزائرية من سكيك دا برنامج دنياكي سيدتي واليوم نطرح موضوع العنف في المدرسة دائما نقول رفقا بأطفال ما بهم رجال ونساء الغد هم أساس المجتمع اللي راح يبنى عليه في المستقبل إن شاء الله. عاود نرحب بضيوف الكرام سهام بوغندوس مختصة في علم النفس ودكتور كمال جامع مختص في الطب الشرعي. ممكن الأسباب كثيرة ومتشعبة والحلول تكون بالاستناد إلى هذه الأسباب. نقترح على وعسى دكتور تفضل. نذكر فقط أخت رشيدة أنه في أكتوبر 2015 يعني الشهر ما قبل اللي عندها بعد يعني اجتماع لوزارة التربية مع يعني الناس المختصة توصلوا باش يديروا يعني وطرحوا الموضوع هذا يعني طرحوا كان يعني خدا جزء كبير من اللقاءات وخداو تدابير يعني رادعة مهمة جدا في حق الأستاذ وفي حق التلميذ يعني على حد سواء نذكروا فقط باللي الأستاذ اللي يكون يعنف الطفل اللي يكون يعني في أكثر من 3 مرات يعني يتعرض لعقوبات شديدة من المجلس التأديبي حيث يعني إذا كان قام بعنف من الدرجة الأولى يتم تحذيره شفويا إذا كان قام بعنف من الدرجة الثانية هذا الأستاذ يحرم من الترقية ومن المنح المردودية أما إذا كان عنف من الدرجة الثالثة يمكن للوزارة أن تفصل الأستاذ نهائيا هذا مهم جدا أما بالنسبة للتلميذ اللي يقوم بالعنف ضد الأستاذ أول حاجة سلم العقوبة تكون تنقص للتلميذ هذه العلامات وربما يعطي له حتى صفر في المادة تاع الأستاذ اللي قريه بما يزداد العنف وكلما كان العنف أكثر
يمكن حتى التلميذ يفصل نهائيا من الدراسة. طبعا القانون عندما يكون صارم مهم جدا يعني لصالح الجميع، يعني عندما يكون الردع قاسي راح يعني تكون فيه انضباط من طرف الجميع، من طرف المربي ومن طرف التلميذ. لازم الردع وسائل الردع مهمه جدا في يعني في في محاربه هذه الظاهره، مهمه جدا. بالإمكان أيضا أنه كل مدرسة أو كل مؤسسة تربوية نخيروا هاد التلاميذ اللي لأنه كل الأساتذة يعرفوهم اللي عندهم ميولات نحو ممارسة العنف، دير لهم برنامج علاجي. نخلي يعني نحاول مختص معين يعرف مشاكل هاد الأطفال يوجههم، صدقوني راح تغير تماما سلوكات هاد الطفل أو هاد المراهق لأنه ما يمارسش العنف من العدم. يعني هنا راح نتفاداو لانه هاد التلاميذ اللي عندهم ميولات عنيفه هما اللي يضغطوا على الاستاذ احيانا ويستفزوه ويخليوه يعني يفوت هذيك الحصه وهو في حاله انفعال، يعني يقدر يغلط حتى في تلاميذ اللي هما اصلا خاطئين. اذا هادو اللي يشوشوا على القسم ويستفزوا المعلم ناخذ ندير لهم نعينهم يعني نحددهم ندير لهم برنامج علاجي وتحل الازمه من اساسها، لا عقوبه للمعلم ولا عقوبه للتلميذ. يعني من بين الحلول انه يعني نقترحوا انه هذا يعني لما لا يعني المدراء المدارس اللي يسمعوا فينا المعلمين يتخذوا خطوه نحو الامام ويخرجوا هذا التلاميذ المشاغبين يتصلوا حتى بالطب المدرسي كمجموعه افواج يعني كل مره بشكل دوري حتى يعني يتفقوا بهذا التلاميذ. لانه ممكن الناس يعتقدوا انه ما كانش حلول لكن فعلا كاين حلول، بمجرد انك تدخله في مجموعه وتعطيه اهميه انك عندك سلوك غير سوي يفهم هو انه لازم يتغير. ممكن هذا الاطفال يشابوا يبحثوا عن نوع من الاهتمام في انه يعني نهتم بهم راح يكون الحل نوع من محاوله لفرض الذات فرض الوجود، لان وكانه هذا التلميذ يقول انا قوي انا عندي قدره اني نثبت ذاتي، وهي في الحقيقه مطالب شرعيه، الطريقه اللي يفرض بها نفسه هي اللي غلطه. انا نبدلو بديل نخليه يفرض نفسه ولكن بطريقه صحيحه. لانهم هادو اطفال ومراهقين يعني ماهمش تحت السيطره خارج السيطره، اذا حبينا فعلا نعالجوا الموضوع لكن المعلم ما يقدرش يعني يتعامل مع هي الظاهره. اخت رشيده، هي ظاهره العنف ضد المدرسه باش تتحل يعني لازم يكون تضافر لعده اطراف، يعني ما نقدرش نحكموا طرف ونطلبوا منه باش يبدا مجهود بغض النظر عن الطرف الاخر. راح يصير يجري في حلقه مفرغه. لو يعملوها كتجربه فقط يلموا هذه المجموعه تاع التلاميذ اللي عندهم يمارسوا عنف او يتبان عليهم سلوكات تاع المشاغبه ويديروا لهم برنامج صدقوني يعني فقط ديروها كتحدي كتجربه، لما طلعنا نتائج راح هذيك النتائج تحفز المسؤولين الى انهم يعموا هذيك التجربه. طبعا هذه من بين الحلول، قلنا كي تتضافر جهود تاع الدوله مع جهود المدرسه مع جهود الاسره، وبالاضافه ثاني ما ننساوش ثاني وسائل الاعلام، وسائل الاعلام كيما احنا رانا نديروا درك، بالاضافه الى المساجد، يعني حتى المساجد عندهم دور كذلك. يعني كيف تضافر الجهود تاع كل واحد يمد نصيب من الحلول، يعني اكيد احنا نخرجوا من الازمه هذه. طبعا بالنسبه للمعلم لازم نذكر باللي المعلم لازم يتعرف الاسئله بحديث الدراسه. يعني المسائل احنا المسائل كاينه دورات تدريبيه او بعد غير متعرف الانترنت، يعني دورات يعني تعلم صح، تعلم الاستاذ كيفاش يتحكم يعني حتى في هذوك العناصر المشاغبه جدا.
يعني احنا شفناها يعني احنا ماشي مختصين في الحوايج هذه وشفناها في الانترنت. كان يعني ورايحين نواجهوا نوع من الازمه. تلاحظوا انه في السنوات الاخيره هذه المعلمين تاع الفتره هذه اللي توظفوا جدد هم اطفال العشريه السوداء. يعني شوف الجو اللي تربوا فيه، ما توقعش انه يكون هذه ام سالم وهو تربى في عشريه سوداء. يعني حتى المعلم وفي حاجه الى دعم نفسي ويعني نوع من النقاش للاساليب التربويه اللي تلقاها هو وكيفية إقناعه بتعديلها بما يتناسب مع الوقت. في المدارس يعني السنوات هذه الأخيرة توظيف مباشر لم يخضع إلى تكوين معين. الوزارة وعدت أنها راح تخضع كل هذه العناصر لتكوينات مهمة جدا، لأنه مهم جدا التكوين المعرفي البسيكولوجي البيداغوجي، لأنه الأستاذ كيفاه يتماشى مع يعني النمو العقلي والجسماني والنفسي للتلاميذ مهم جدا. يعني بعض الناس يعني يجي خارج متخرج من الجامعة مباشرة في القسم حتى يعني حتى الدولة ولا حتى القائمين عليه باش يوفروا له دورة تدريبية ولا يعني كما قلنا احنا في عصر الانترنت ما تطلبش باش يعني ادخل للانترنت تلقى دورة تدريبية بالمجان. يعني بجميع اللغات بجميع المستويات، يعني هما حتى ربما في الخارج هما يدفعوا دراهم باش يحضروا هذه الدورة التدريبية. احنا نشوفوها ببلاش. يعني ما يستناش حتى تفرض عليه الدولة الدورة التدريبية. المفروض يتمتع بضمير حي وبإرادة انه يطلع على كل ما هو جديد من اجل انه يؤدي رسالته وحتى هو يؤديها في راحة. يعني كل ما يكون مطلع يكون مرتاح. تخدمه هو بالدرجة الأولى، لأنه قد ما يكون هو مستريح في الأداء المهام تاعه قد ما تنميت كذلك تلقى المعلومه هذه. لانه يعني الملاحظه تثبت علماء الاجتماع يثبتوا انه والتربيه انه الاساتذه اللي يكونوا منرفزين كثير العطاء تاعهم راح يكون قليل وصحتهم هي اللي تكون تحت الحد. يعني كي نتكلموا على الاساتذه هذو اللي عنفوا التلاميذ ما راحينش يروحوا لبعيد. شفنا كثير من الاساتذه يعني وصلوا حتى الى تدهور عقلي يعني للاسف. شفنا حالات كيما هكا، حالات من ارتفاع للضغط الدموي، من حالات من السكري كيما قلت، حالات وصلوا حتى باش يعالجوا عن اطباء نفسيين. هذا كل مش راجع لربما عدم التاقلم. الاستاذ مازال عفوا الاستاذ مازال يستعمل طرق قديمه في الدرس. يعني يدخل يبني الدرس ولا يحاول هذه اساليب قديمه جدا يعني اركايك. الناس دوك حاول تدخل جو سي با حاول تدخل اساليب جديده هو في العمليه ليست سهله. يعني حتى يتمكن استاذ وهو كقائد من قياده ممكن 40 طفل او 40 مراهق تحتاج الى خصوصيه معينه في شخصيته. يعني مش كل الناس بصراحه عندهم امكانيه انهم يسيروا. يعني لازم الشخص هذا تكون عنده مميزات معينه وتدريب على روح القياده. يعني لذلك نلقى ناس اي نواياهم طيبه ولكن ما يعرفش يسير هذا الضغط كامل، يرجعها على صحته وعلى ممارسه العنف. يعني تلاحظهم صحيح عانيون معلمين من حاله الضغط وحتى الدراسات اثبتت انهم يعانيوا منها، والامراض يعني تقريبا معظمهم يخرجوا بامراض. يعني هي معاناه كل الاطراف. لذلك ممكن يواصلوا فيما تبقى وقت، نقترح الكثير من الحلول بسرعه دكتور. اكيد كما قلنا لازم الكل يشارك في حل هذه الظاهره ابتداء من الدوله، المدرسه، اولياء التلاميذ. نركزوا على اولياء التلاميذ، لازم يدخلوا في اللعبه هذه. لانه كما قلت لك حتى ولي التلميذ اللي يضغط الثاني على الطفل ويضغط على المعلم يشكل له ثاني حاجز. لازم يكون فيه كونفيونس بروفيسور، لازم تدي ثقه فيه. لانه انت سلمتي لولدك كما تديش ثقه فيه مش لي يعني رفع اذا كانت اكيد تحتاج تدخل يدخل اكيد ونحطوا لازم نحطوا ثاني في البال انه مش الاولاد الكل عندهم نفس درجه الذكاء. انت الطفل تاعك بالسيف حتخرجوا من الاوائل.
من الاوائل. ربما كاين احنا شهدنا زملاء لينا ولا حتى حنايا ما كناش ربما الاوائل في المراحل الاولى وانتقلنا الى اطوار اخرى تحس المستوى. ما يحطش الولي باللي الشيك تاع يعني الفشل تاع يعني في طلباته هو نهايه المشروع تاعو الدراسي. لا لازم ثاني يترفع على الامور هذه. بالاضافه الى كما قلنا الاستاذ لازم يحترم اخلاقيات المهنه تاعو. مهم جدا يحترم اخلاق المهنه تاعو. لازم الاسره تربي الطفل كما قلنا على وصول من الفضيله واحترام المعلم. مهم جدا كذلك. وسائل الاعلام ما تنساوش وسائل الاعلام لازم تركز الامور هذه. لازم حتى هي ما تبتش لازم ما تبتش البرامج اللي تشجع على الانف. لا ولا الموضوع بشيء من الموضوعيه وليس بشيء من التهويل كما نلاحظ في بعض من وسائل الاعلام. فقط اخت رشيده كنقطه نهائيه ماذا بين وزاره التربيه تاني تتهيئ من بيئه ومناخ مناسب للجميع. يعني كما نقولوا حنايا ابتداء من مكان التدريس احنا نشوفوا مثلا والله بكل صراحه ندخلوا يعني المدارس ونشوفوا المكان اللي يقضي فيه الاستاذ يعني نقولوا برافو يعني عندك صبر على باش تقضي في بلاصه كيما هذه ولا حتى المدرسه يحطوا هنا في ما نحكيش احنا على البلاد نحكيش على البلاصه المقربه يشوفوا اماكن يعني بعيده جدا يطلبوا الاستاذ يعني تلقى ما كانش شوفاج ما كانش تهيئه يطلبوا الاستاذ باش يدير معجزه ويقضي. يعني حتى يزوروا التلاميذ في يقرا في الغرقه في التدفئه ما كاش في يعني ممكن حتى المنظفين ما كاش يعني لازم تهيئه مناخ وبيئه محفزه للجميع للاستاذ للتلميذ وللاسره حتى الاسره ثاني باش تتقبل الامور هذه. وهو كذلك دكتور نتركوا لك الختام سهام. اتمنى انه يعني نراجع حساباتنا وكل نبذلوا المجهودات الكافيه نتضامن حتى نحارب ظاهره العنف من الاسره للمدرسه وفي النهايه المجتمع ما هو الا حصيله لما سبق يعني برمجته في هذه المؤسستين. تبقى المدرسه هي الصوره المصغره للمجتمع. لازم فيها الاطار المجرم المعلم يعني هم صغار وقدروا يعني نصنفوهم لازم يستوعبوا هذا العناصر اللي كل افراد المجتمع خريجي المدرسه الان يبقى السؤال هل نجحت ام لم تنجح؟ والثقه المتبادله لاخت رشيده لازم تثقوا في الاستاذ يعني كررها ثلاث مرات تثقوا في الاستاذ لان الاستاذ هذاك هو ما كانش استاذ ما يحبش التلميذ تاعو انا يتفوق اكيد انا حنا دركا مازلنا نشوف احيانا نلقاو في الشارع الاساتذه اللي يقرونا في المرحله الابتدائيه يقولوا مثلا انا طبيب ولا انا صدقني ولا كان الفرحه اللي تهمر هذيك يقول لك الحمد لله يعني اديت الرساله تاعي يعني. بعض التلاميذ تاعهم وين وصلوا يعني ويفتخروا بهم. حنا نحيوا كل الاساتذه تاعنا ونتمنوا انهم يكونوا في المستوى ونتمنى كذلك انه يعني الاسر تاعنا كذلك تكون في المستوى ونربي اطفال بدون عنف ان شاء الله مجتمع بدون عنف. شكرا جزيلا دكتور كمال الجامع مختص في الطب الشرعي. نشكر سيهم بوغندوزا مختص في علم النفس وعلم النفس الاجتماعي. شكرا لصالح اللغه هذه